بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبكم. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، معانا راديو صيني. الراديو الصيني ده يعني قاطع، مش عايز يقوم، وكل شوية البطارية عندها صغوطة، تيجي عايز يقوم ويروح ساكت. في نفس الوقت مفتاح الفوليوم بايظ، اللي هو المفتاح ده يا جماعة، طبعا ده مفتاح 10 ده قصدي 50 كيلو اوم، واون واوف بيفتح وبيقفل. قسته لقيته فاتح فقطع صوت، ركبت واحد جديد ما جاش الصوت، وفضلت مشكله البطاريه. بطاريه للاسف الايام دي يا جماعه ما فيش بطاريات في السوق، اتسحبت البطاريات اللي هي زي دي كده، اللي هي اهي، نتيجة لقطع النور. فكله صلح الايه الحاجات اللي هي محتاجة بطاريات زي دي كده، سواء في راديو او في كشاف. فطب هنتصرف ازاي؟ الراجل صاحبه مستعجل عليه وعايزه. طبعا انا قلت لازم اتصرف. هتصرف ازاي؟ رحت جايب، ما لقيتش غير ايه، بطاريات الليثيوم دي اللي هي 7.3 من 10. طيب هنعملها ازاي دي يا جماعة؟ هنوصلهم على التوازي عشان يدولي طيار يناسب البطارية. يعني هي تقريبا كده قد البطارية، قد الايه البطارية دي، بس دولك دي 3.7 من 10، ودي 4 تقريبا 4 أو 4.7 من 10. هنشوف كده هتشتغل ولا لا. طبعا عشان تشتغل كويس لازم نحط الفيشة، يعني نشغله وهو في وضع الفيشة، ما نشغلوش من غير ال 220، لازم يكون في الفيشة عشان يتم شحن البطاريات دي وما يأثرش على الصوت. دي حاجات يا جماعة احنا بنضطر نعملها للأسف، يعني الحوجة هي اللي بتعملنا. طبعا زي ما احنا شايفين كده، ادي كاوة اللحام، عندنا اللي هو المساعد اللحام السحري اهو كده يا جماعة، نحط نقطة اهو، نقطة كده صغيرة، ونجيب كده اهو، ونجيب ونلحم بقى ونحط القصدير اهو يا جماعة. من غير المسحوق السحري ده يا جماعة مش هيلحم، مش هيلحم في ايه، لان دي ناعمه جدا. طبعا احنا هنضطر نجيب كده، هنجيب السلك التاني نلحمه اهو يا جماعه، ونلحم الاتنين السالب مع بعض والاتنين الموجب على بعض على التوازي، لان انا وصلتهم على التوالي هيدينا، هيجمع الفولتيين بتوع كل واحدة منهم اهو. من بالله على طول عشان تنشف على طول اهي يا جماعة، الحمد لله جمدت اهو، اعملهم بقى في بعض وارجع لكم اهو يا جماعة. هنلحم الطرف التاني، طبعا حضرنا المادة السحرية عشان يمسك اهو، مسكت اهي، وهنجيب دي كده جنبيها اهو، نبل كده ببساطة عشان ايه ينشف كده. خلاص يا جماعة نقطع الحتة الزايدة دي اهو، ونجيب بقى شريط لحام ونعمله اهو يا جماعه. لحام طبعا الاثنين اللي تحت سالب والاثنين اللي فوق موجب، هيدينا مجموع الفولت بتاعهم 3.3 من 10 فولت، بس هيبقوا تيارهم اعلى. اما لو عايزينهم بقى يدونا فولت اعلى هنوصلهم على التوالي، يعني السالب في الموجب، سالب ده في موجب دي، موجب دي اصلا في سالب دي كده فوق بعض عشان يدونا
مجموع 3.7 من عشرة يعني حوالي 6 و14 يعني 7 وشوية. اهو يا جماعة كده اهو بقت بطارية ممكن نركبها انه طبعا اهو وادي الطرفين هم يا جماعة اهو كده ونقطع ونعري السلكة التانية دي اهو عشان نعرف نلحمها ونجرب كده ونشوف ايه اللي هيحصل هيشتغل ولا لا. طبعا البطارية اهي طبعا احنا هنلغيها طرف الموجب اهو طرف الموجب هنحله اهو يا جماعة ده الطرف السالب ولا ايه الاصفر اهو والطرف الموجب وهذا الطرف التاني ولا هو اهو يا جماعة ده متأكد كده بس منه اهو يا جماعة بسم الله نوصل كده الكهرباء اهو الحمد لله يا جماعة كده اشتغل بس البطارية عايزة تشحن شوية اسيبه بقى ايه يشحن شوية. وصلنا السالب بالسالب وادي السالب اهو وادي الموجب اهو ونسيبه بقى يشحن مع نفسه وبعد كده نركبه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ.